الذكاء الاصطناعي سيقضي على معظم الوظائف، تصريحات خطيرة لصندوق النقد الدولي قال فيها إن الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية مثل تسونامي، ومن المرجح أن يؤثر على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و 40% من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين. مع هذه التصريحات المرعبة، قد يشعر البعض بالإحباط والقلق إزاء ما يحمله المستقبل من مخاطر على وظائفهم، لكن مع انتشار تحذيرات المنظمات الأممية والعلمية العالمية، ترى دراسات عديدة أن الذكاء الاصطناعي لن يتمكن من استبدال البشر بشكل كامل. وفقاً لجامعة نيكسفورد الأمريكية، فالذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة جيدة في مجالات الأتمتة، والتي تعتمد بطبيعة الحال على مهام مكررة وقابلة للتنبؤ، كما أنها تعتمد على قواعد يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي فهمها بسرعة. لكن المجالات التي تتطلب الإبداع والتعاطف والذكاء الاجتماعي سيحافظ البشر فيها على تفوقهم.